خواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الكل يكون على احسن ما يرام. اليوم ان شاء الله جبتكم لواحد المحل نظرا لطلب بعض الاصدقاء، قالوا لي ورينا محل ديال الاحذيه والملابس. غنشوفوا المحل الاولاني ديال الملابس، ديال عفوا ديال الاحذيه، الاثمنه ديالهم هنا ديال الرجال، حاطين واحد الجهه ديال الرجال. هادو سنيدلات، هانتوما الثمن 30 ليره، 30 ليره يعني يقول تقريبا. كما قلت لكم هنا الثمن، ها هما الاثمنه 30 ليره. عندهم سنيدلات صيفيين غزالين 30. هنا السبرديلات ديال الرجال الصبابط، نشوفوا ديال النساء، هادو ميديكال ديال المساج، صنادل ديال المساج كلشي كيعرفهم، حتى هي 30 ليره تقريبا كما قلت لكم شي 50 درهم. هنا هادو هما السكن اللي عندهم هنا خارجين حاليا ديال جهه وحده، شتيهم كيديروا 14 95 يعني 15. يعني الكاليتي بلا ما نقول لكم عليها، كاليتي عندهم رائعه واخا كتشوفوا الثمن ناقص، الكاليتي عندهم زوينه. هذا 80 ليره، هنا 85، 85، هنا ديال الوليدات الصغار، سبرتيلات تاع الوليدات الصغار، شتيهم دايرين شحال؟ 20 ليرة، 30 درهم، صنادل هما هنا 10 ليرات صنادل. هما الصنادل هنا، لان دابا ملي كيبدا يقرب الربيع كيبداو يخرجوا الصنادل. جيت هنا انا ناخذ السبرديله حتى الاخر نوريكم اشنو خديت. هنا هذوك البالغينات، الثمن ديالها 70 ليرة يعني ما كاملاش 100 درهم. هادي غزالة، هادي تبارك الله 98، يعني هاد الأثمنة ما عندناش في المغرب صراحة، بلا ما نكذبوا على راسنا ما كاينينش. أنا هادي كنت خديتها لبنتي بشحال، 69 كنت خديتها في المغرب 100 درهم 120، هادي هنا دايرة 70 ليرة تقريبا 100 درهم. هادو 67 و 95 يعني 68 ليرة شي 90 درهم. هادو تما غزالين، عندهم ديكورفن. هادو 79 ليرة، عندهم طالون شوية عالي. هاد اللون غزال، هذا شحال دايرة هادي؟ معرفتش شحال دايرة، هي غتكون مفايتاش. هاي حداها 74 في الكحل، البيض 74. انا خديت هذا الموديل، كنتمنى حتى هو يعجبكم.
لكن هذا الموديل تا هو زويون. كاين موديلات غزالين. السنيدلات بانوا ليا هنا ديال الصيف، كنت فين شفتهم شفتهم هنايا لي ساك هادو هنا ديال الجلد دايرين قول 78. هنا سبيطات كلاسيك خفاف، شحال هاد الموديل كي داير. هنا لي عشاق العالي عادي كيكون الطالون ديالهم عاليين، شحال دايرين 75 ليرة. تبارك الله هادشي زوين، كنتمنى يعجبكم. غندوزو ان شاء الله للمحل الثاني ديال الملابس، بقاو معنا حتى الاخير. هادي تتم الفيديو ديال الاحذيه جبتكم هنايا ديال الملابس. المهم انا لقيت واحد المحل وعجبني هذاك الشيء اللي عنده، بغيت نصوره لكم حتى نتوما تشوفوه. بحال هادي، هادي سيرفيت طويله، سيرفيت كدير 50 ليره يعني 80 درهم. هما كيديروا لك هنا اللي بغى يخلص بال يعني كاش 50 ليره، اللي بغى بلا كارت 53. هنا بلاصه جين، كاين الطوال كاين القصار. ثمينه بحال دابا هادي كدير 95. هنا دوك القصار حتى هما يعني هنا تبارك الله معروفين بالتكستيل، ما شاء الله كتلقاي حانوت على حانوت، بوتيك حدا بوتيك، يعني صراحه كل شيء ماشي، كل شيء خدام. هذا شميزات صيفيين، هاديك النمر كدير 50 ليرة يعني تاهي 1680 درهم. هانو السراول عراض كيديرو 50 ليرة. هاد الكسيوات كدايرين غزالين، هاد الكحلة كدير 45 يعني 1500. القميجة بالصمطة ديالها كاينة في الكري، لي بات دي ليفون. الله ما نسمع نديرو عطاو من هاديك بات دي ليفون. شحال هنا البات دي ليفون حيت ما عندهم هنا، هو اللي كيتمشى عندهم بزاف، 50 ليرة. هاد التويبات عندهم غزالين. هنا لولا كيدير 35 ليرة لولا. هادو عندهم هاد السراول بانو لي عندهم هنا بزاف ديال الصوف، كيديرو تاهما شي 35 ليرة. شونيزات موديل آخر ديال الجين طوال. هادو التريكوات مفتوحين، طوال كيديرو 50 ليرة. هما الألوان كاملين كاينين. وشي ناس طلبو مني العبايات، ها هما العبايات بالحق ديالهم هما. هما شي الشكيلات اللي عندهم، بيلات 30 ليرة طوال. هادو بيلات طوال. المهم بقاو مع العبايات، هما هادو
هادو هما العبايات، الثمن ديالهم بلاتي نقرب شويه عاد نشوف الثمن. الثمن 139 يعني قول 140 ليره تقريبا شي 180 درهم، حيت هادو عندهم كيتمشاو بزاف بزاف كيلبسوهم. لي شوميز المهم هذا هو الصف ديال العبايات كاملين، شفت الشكية شحال غزال. هادو كيلبسوهم عندهم في العراسات، بانوا ليا واحد النهار لابسين في واحد الحفله. كيجيو غزالين في اللبسه. هنا لي شوميز طوال شحال دايره هادي 100 ليره. هنا هادو لي مونطو، هاد الموديل ديال هاد لي مونطو تحت كاين غير لي غوب، لي غوب سواري ديال الحفلات لتحت، كاين غير لي غوب، أنا مكنلبسش داك الشي. كانوا الاسبوع اللي فات كانوا تريكوات ديال الصوف غزالين، جيت لقيتهم ما بقاوش خرجوا هادشي دابا ديال الربيع وديال الصيف. هاد القوامج هادو كيديروا 75. نوريكم موديل اللي عجبني خديت منه، هادو بالكابيشو ديالهم خديت هاد اللوين كيجي غزال في اللبسه. كاين هاد الزرق كاين الكحل، انا حتى جا عندي الكحل بزاف خديت هاد. ايوا هادي هي كانت دوره خفيفه في هاد البوتيكه، صراحه في عندها داكشي زوين، اثمنه مناسبه. هنايا 60 ليره شميزه خفيفه الكحل. هنا لي كولور ديال القوامج قصار، وهادو بحال فيستات هما 55. كنتمنى هاد الحلقه تعجبكم، نتلاقاو ان شاء الله في حلقات اخرين. مولات كبار ان شاء الله دابا ندخلوا ليهم ونصورهم ليكم، وما تنساوناش من انكم تدعموا القناه ديالي بالمشاهده والاشتراك وتبارطاجوها مع الاصدقاء. واللي اول مره غادي يزور القناه ديالي كنتمنى يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، ونتلاقاو ان شاء الله وصفات جديده باذن الله وخرجات جديده وبلوغات جداد. يلا السلام عليكم.